مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نوستالجيا رجال الأعمال. في قول بيقول فخامة الاسم تكفي، وأنا رح أضيف رقي الاسم يكفي، أناقة الاسم تكفي، ومصداقية الاسم تكفي. وكالة عالمية انضمت لعائلة عربية فأصبح للفخامة عنوان. بهذه السطور اللي بتلخص قصتنا لليوم نبدأ حلقتنا. يسعد مساكم مجدداً. قصة اليوم هي قصة عائلة فلسطينية الأصل يافوية الجذور. الجد توفيق بدأ العمل عام 1928 إلى أن حصل على توكيل علامة تجارية ألمانية مميزة وهي مرسيدس بنز من الشركة الأم عام 1936. وبسبب الظروف هاجرت الأسرة بعد النكبة عام 1948. فتوزع الأبناء حبيب ونيكولا وحنا وألمبي بين لبنان الأردن ومصر، محافظين على هذا الإرث وعلى هذه الوكالة القيمة. فتوسعت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توارثت الأجيال اسم العلامة التجارية الألمانية الرائدة في عالم السيارات من حيث الأمان، المتانة، الجودة، الأناقة، والرقي والثقة. لما نحكي مرسيدس منكون أكيد عم نحكي عن شركة توفيق غرغور وأولاده، واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال السيارات، واستمرت بنجاح لتصبح علامة تجارية مرموقة في منطقة الشرق الأوسط. وضيفي لليوم هو من الجيل الثالث لعائلة غرغور. هو رجل مثقف ملم جدا، له العديد من المبادرات والنشاطات، وهو عضو ناشط في العديد من المؤسسات والمنظمات التي تعنى بالسياحة والإرث العصري والمتاحف وصناعة الأفلام. بيسعدنا وبشرفنا يكون معنا اليوم السيد رجا حنا توفيق غرغور. أهلا وسهلا فيك مستر رجا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا كتير لاستضافتنا أولا باستوديوهات أوليفود اللي رح نحكي عنها تباعا ضمن هالحلقة، ولكن بدي أرجع للتاريخ وبدي أرجع ليافا وبدي أرجع لجدك السيد توفيق غرغور. هذا الاسم اللي ما في حدا من جيلنا والأجيال الماضية والأجيال اللاحقة إن شاء الله ما بتعرف عنه وما بتربط اسمه باسم مرسيدس. احكي لي عن بداياته وكيف بدأت الحكاية. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا فيك. بصراحة أنا ما عمري تعرفت على جدي مع الأسف، ولكن سمعت عنه كتير. نعم. وطبعا هو كان رجل رائد بهذاك الوقت، وسنة 28 بدأ شركته، كان لحاله أولها، وبعدين ضم ابنائه الاثنين الكبار نيكولا وحبيب صاروا معه، وبعدين أولاده الأصغر حنا الوالد وألمبي انضموا للشركة. كان عندهم مثل ما بيحكوا بيافا بيارات بردقان، وكانوا يصدروا البردقان لأوروبا، ومن التصدير البردقان بدوا كمان يأخذوا وكالات شركات بحرية عشان يصدروا البردقان بطريقة أهين. وكان واحدة من تصدير البردقان لألمانيا. ومثل ما بنعرف بالتاريخ أنه ألمانيا بهذا الوقت كان الاقتصاد فيها كتير كتير عاطل،
وكان العملة تبعتها الرايخ مارك كانت عم تنزل وتهبط بطريقة كتير سريعة، فبطل لها أي معنى اقتصادي. فالوكيل بألمانيا اقترح لجدي إنه بدل ما يأخذ مصاري اللي بطل لها معنى يأخذ سيارات مرسيدس. الوكيل كان عنده يعني علاقة مع شركة مرسيدس بنز، إنه يأخذ سيارات محل البردان. فجدي أخذ سيارات محل البردان ووصل السيارات على فلسطين وبدأ يبيع فيهم ليقبض حق البردانات. وبدت الوكالة، وبدت السيارات يجوا والله زبطت معه. هون لسه ما كان هو الوكيل، هو كان بس عم يشتري سيارات مقابل بردان من يافا. ما كان الوكيل. بعدين صار الوكيل، بما أنه صار يستورد المرسيدس، أخذ الوكالة سنة 36 أخذ وكالة سيارات مرسيدس بنز. وإحنا بصراحة أقدم عائلة إلها وكالة مرسيدس بنز خارج أوروبا يعني. والحمد لله الحمد لله. بعدين الوالد سنة 1945 قبل النكبة أجا لعمان، أجا للأردن وفتح مكتب للشركة بالأردن. رح أحكي عن الوالد وكيف أيضا قدر أنه يحافظ على هذه الوكالة في الأردن لسنوات طويلة، من 1945 لليوم، وإن شاء الله لسنوات قادمة. بس في إعلان لفت نظري، يعني هاي بتوقع هاي الوثيقة الناس لما تشوفها من الأرشيف. أولا في إعلان هو عبارة عن معايدة من شركة توفيق أرغور وأولاده، يافا، تليفون 567، كوميسيون استيراد تصدير حمضيات ووكلاء بواخر، المركز الرئيسي في يافا ووكالات في أنحاء الشرق الأوسط يتمنون لكل عملائهم من المسلمين والعرب في عيد الفطر السعيد اسم آيات التهنئة، عاد الله علينا جميعا بالخير والبركات، جريدة فلسطين عام 1945. وفي إعلان تاني اللي هو زي ما تصرف جدك مع الألمان تصرف أيضا مع أهالي يافا، بمعنى أنه لو أنت ما كان معك مصاري تقدر أنك تقتني سيارات مرسيدس عن طريق، قالوا لي في مرسيدس 170 كانت مقابل 500 صندوق بردان. هيك بحكوا، يمكن، ليش لا بعقلي يعني، ليش لا. It makes sense، يعني makes sense. منطق طبعاً. الرقم طبعاً. منطقي. شوف قدي ثروات فلسطين كانت يعني كتيرة. ويا رب الله يرجع الأمان والهدوء لكل فلسطين. بدي أرجع كمان لجدك، يعني هو شخص ريادي، رجل أعمال من العشرينات. كيف كنت تسمع عن شخصيته؟ إيش نقاط القوة اللي كانت تميزه؟ كان البسمة عنه كمان، كان رجل كتير قوي ويصرخ، ويعني ما عنده لا. وكان بالبيت كمان مع ستي بعرفها، تعرفت على ستي بعرفها، توفت وأنا صغير بس من بيت كنت أعرفها. فنان. أوكي. من بيت فنان. كان رجل كتير قوي، كان عنده 4 أولاد وثلاث بنات، وكتير حافظ على شركاته، وحافظ على خصوصا اللي احنا ما بنسمع عنه كتير، الشركات البحرية. كمان بدا منيح بمينا يافا بالشركات البحرية غير البردان. وبعدين المرسيدس هي عشان سيارة وعشان اسم مرسيدس هي يعني أخذت كل الشهرة، ولكن كان عنده كمان شغل بالبواخر. نعم. وصلنا لعام النكبة، وقلت لي حتى ما قبل النكبة بال45 توفيق غرغور عنده 4 أبناء. أيوه. حبيب ونيكولا، حنا والدك الله يرحمه، وإلمبي. توزعوا الأبناء في منطقة الشرق الأوسط، حبيب ونيكولا راحوا على لبنان، مزبوط، الوالد إجا على الأردن، الإمبي راح على مصر. كيف قدروا إنهم يواجهوا هذا التحدي؟ يعني طلعوا من مظلة الأب وراحوا لدول مختلفة. تعرفي إحنا ما منقدر الصعوبات اللي مروا فيها أهلنا، خصوصاً إحنا متعودين هلأ على الإيميلز، متعودين على الواتساب، ومتعودين على فيسبوك كل يوم أي واحد بالدنيا. وقتها ما كان فيه يلا ويلا، كانوا يقدروا يحكوا مع بعض على التليفون بدون 3 ساعات. أنا بتذكر على عمري لما أنا كنت ولد صغير كنت أستنى 3 ساعات لأحكي تليفون من الأردن للبنان، يعني ما
فما بعرف صراحة يعني إحنا قليل منقدر الصعوبة اللي مروا فيها اللي هاجروا لأمريكا، اللي هاجروا لفنزويلا، كيف حكوا مع بعض بالمكاتيب. فعمومي الاثنين طلعوا على لبنان، وكان عندهم دائما علاقة مع لبنان. الوالد أجا لعمان وفتح شركة كمان استيراد كوموديتيز مثل الرز والرز والسكر والمواد التموينية والطحين وكل شيء. وعمي العم الرابع أصغر عم راح على مصر وفتح شركات بمصر وفتح مصانع بمصر كمان، وكانت كلها شركة واحدة لكل الأولاد، ما كان حدا إله هذا وحدا إله هذا، دائما طول عمر هالشركة للأربع أولاد، ما كان في إشي لحاله. وبعدين مع التأمين كل شيء عنده تأمم وراع ليبيا ونفس الشيء. كان في مصنع بلاستيك مهم جدا لعائلتكم لإلم بي بمصر، صابون وبلاستيك، وكان في عنده كم من مصنع مهمة وشاطر كان كتير واشتغل كتير منيح. وبعدين لما راع ليبيا كان اشترى أراضي وفتح مثل أكبر موقع للبنايات وللأراضي، وزرع بردقان كمان، زرع شجر بردقان وبدأ يصدر البردقان كمان مرة لأوروبا من ليبيا. كمان مرة تأمم بليبيا سنة 69 ورجع على لبنان. نعم، فهاي اللفة تبعت واحد من الإخوان. الوالد ضل هون. كان في شركة توفيق غرغور وأولاده في مصر، يعني كان إلمبي وكيل مرسيدس. لا، ما كان في مرسيدس بمصر. ما كان في مرسيدس بمصر، هي بلبنان. كان في بس صناعات. نعم، بس صناعات. صناعات وتجارة. أوكي. وبالنسبة للوالد كيف قدر إنه من أول ما إجا من يافا بعد النكبة أو قبل النكبة إنه يحصل أيضا على وكالة مرسيدس بنز؟ مرسيدس بنز أخذوها العيلة من ألمانيا بوكالة بلبنان وبالأردن سنة 54، وبدوا يبنوا البناية بماركة، وبدوا يبنوا بدوا يبيعوا السيارات من نص الخمسينات. من نص الخمسينات بالأردن. نعم. هلأ الوكالة كانت سنة 36، ما تنسي، بفلسطين، من يافا، فكملوا عليها بلبنان وبالأردن. نعم، احنا رح نحكي أكثر عن بداية شركة توفيق غرغور وأولاده في الأردن، وفي عنا صور كتير حلوة من الأرشيف، ولكن عنا أول فاصل رح نطلع بهالفاصل الإعلاني، نرجع لنتابع حلقتنا لليوم مع السيد رجا غرغور. ابقوا معنا. مستمرين معكم بحلقتنا لليوم مع السيد رجا غرغور، وعم نحكي عن تاريخ شركة توفيق غرغور وأولاده وكلاء مرسيدس بنز في الأردن ولبنان والضفة الغربية. وصلنا لوالدك سيد حنا الله يرحمه، والدك من مواليد عام 1916، زي ما قلنا قبل الفاصل حصلوا على وكالة مرسيدس بنز في الأردن عام 1954، أو وصلت الوكالة لأردن ولبنان. في صورة كتير حلوة جمعت والدك مع الملك حسين الله يرحمه وجلالة المغفور له الملك حسين، هاي الصورة شو قصتها؟ هاي من أحلى صور إلي، ولقيتها من زمان كتير. صورة الوالد المرحوم عم بعطي السيارة المرسيدس 300 SL جلوينج، هي من أهم سيارات مرسيدس عمرها صنعتها، يعني مش من أهم، تقريبا أهم سيارة مرسيدس صنعتها لجلالة الملك المرحوم ملك حسين سنة 56. وهي السيارة بعدين، بما أنه أنا بحب كتير السيارات، فجمعت كل شيء بحبه بهاي الصورة، سيدنا المرحوم، الوالد، السيارة، كل شيء. وهاي السيارة استعملها دائما بسباق الرمان، تل الرمان، صحيح، بتل الرمان. وعندنا صور كتير كان لسيدنا المرحوم بهاي السيارة، ومع الأسف هي الوحيدة اللي لسه موجودة من الصورة، يعني توفوا للأسف. ولكن السيارة لساتها موجودة. كمان بيتكم كان له حكاية، والدك بنى البيت بالأربعة وخمسين. بيتنا الأهل قالوا لي إنه أولاً قبل ما خلقت سنة الأربعة وخمسين بنوا الطابق الأول، وكان بيت صغير مع كوريدور وثلاث أوض نوم بين الدوار الأول والثاني.
وعلى حكي الوالدة إنه ما كان في شيء هناك، كان فاضي، وكانوا أصحابهم يقولوا لهم راحوا عند الحيايا، وكان في بفكر كان في دالية دوالي هناك عنب، وبنوا البيت الصغير وأنا خلقت فيه. وعندي ذكريات من أول ذكرياتي، كنت قاعد فيه بسيارة صغيرة رايح وجاي بالكوريدور. هاي أول علاقة لك مع السيارات؟ أول علاقة لي بالسيارات. وبعدين سنة 61 بنوا الطابق الثاني اللي لليوم تقريبا نفس الشيء، نفس الشيء موجود. والبيت كبر، وكان من أهم إشي للوالدة هي الزريعة، فصار البيت كتير معروف بزريعته الحلوة والمجنونة البوغانفيل، نعم. المجنونة على البلكون تبعته. والحمد لله كان دائما كل همها وكل شغلها بالزريعة. كان يعني من البيوت العريقة جدا واللي هي جزء من تاريخ العاصمة عمان. حضرتك مسترجع من مواليد عام، أقول السنة؟ قول السنة. عام 1956 ومواليد عمان زي ما ذكرنا. وبحب أسمع عن هيك طفولتك، ذكريات طفولة، كيف كان رجاء الطفل، أحلامه، طموحاته؟ كان ما بعرف شو كانت طموحاتي وقتها، ولكن رحت على مدرسة الفرير دلسال، بعدين مع الأحداث بعثتني للبنان لبرومانا هاي سكول اللي قعدت فيها 5 سنين داخلي، ومنها تخرجت وطلعت لأمريكا للجامعة بأمريكا. ولكن طفولتي هون كانت طفولة كتير حلوة ورايقة بعمان. بتعرفي طول النهار كل يوم بعد الظهر على البسكليت دائما، من أول بين الثاني والثالث، كنت ممنوع أطلع بعد الدوار الثالث عشان ما كان في شيء تقريبا بعد الدوار الثالث بالضبط. فكنت بس من بيتنا للدوار الثالث وأرجع، أضلني رايح وجاي، وبعدين كنت أضلني أقعد بالبيت ألعب بالسيارات وأبني دبابات وأبني ليجو وأبني يضلني أبني أي سيارات كيتس تركيب، يا دبابات تركيب، يا طيارات تركيب، هدول الثلاثة، وأبني ليجو لحالي وأسمع موسيقى. باليوم الجمعة والسبت كنت أطلع مع أصحابي أو يجي عندي زيارات، نلعب مع بعض بالسيارات وعلى البسكليتات وبالجنينة كالعادي يعني. كنت مش تروح مع والدك على الشغل يعني؟ كنت تعرف كنت انه انتو وكلاء مرسيدس؟ كنت انزل، كنت كتير اكون فخور، وكنت كل دائما كل ما يجي لنا كتالوج بالعلب، يجوا الكتالوجات بالبريد بعد 6 أشهر ولا شيء هيك، اخذ كل كتالوج واتفرج عليه واتعنى فيه، معنى فيه كتير الكتالوج، وأفهم الهورس باور، أكمل حصان السيارة وسرعتها وكل إشي. ودائماً عم بلاحق السيارات. كنت من عمري 5-6 سنين تقريباً، ولليوم عندي السيارات الصغيرة اللي كنت أشتريها. كان في دكان تحت مكتب الوالد، هدول صاروا قطع ثمينة وإلهم كولكترز. طبعاً في كان دكان تحت مكتب الوالد بشارع السلط اسمه دكان تويلاند. كنت أطلع عند الوالد أقعد بالمكتب، بعدين أنزل أشوف سيارة بالمحل معروضة، أفوت وأنع الوالد أن يشتري لي إياها بنص دينار 65 قرش. كانت دينكي توي كان اسمهم السيارات، وكورجي تويز، ولليوم عندي إياهم، أخذتهم كلهم معي لأمريكا ورجعتهم كلهم معي لأمريكا. هاي هي ثروتك الحقيقية. فرجعوا أكثر من ما راحوا. أيوة بس. أوكي. جبت كمان ولسه عندي إياهم. فطول حياتي كنت مهووس بالسيارات، والوالد كان يصرخ علي بكفي ولدني روح سوي لك شغلة، اشتغل بالسيارات الحقيقية، روح سوي لك شغلة مهمة بكفي. من وجهة نظرك مستر رجع، سيارات مرسيدس بايع حالها بحالها، ولا الوكيل الناجح بقدر انه في كتير سيارات كتير منيحة بالدنيا، ولكن الوكيل له أهم، له مهمة كتيرة. في سيارات مثلا بأمريكا أو بأوروبا إلهن سوق كتير كبير، وهذا شكر للوكيل اللي عندهم بصراحة. فنجاح السيارة مش بس جودتها، نجاح السيارة كيف السيرفيس، كيف الواحد بيقدر يكون مع الزبون، وكيف يساعد ويساهم ويكون دائما يساعد الزبون. نعم.
في من الصور اللي بعثت لي اياهم صوره هيك ملفته جدا للنظر، هاي بي اي ثينك ببدايات العمل، توفيق غرغور واولاده وكلاء سيارات مرسيدس بنز، صندوق البريد 419، تليفون 9 عمان. كان رقم تليفونكم 9 هيك بقولوا، هذا قبل ما انا خلقت، هذا طبعا التوثيق، بس تليفونه كان 22 07 كان بتذكر تليفون المكتب بالبلد 5 أرقام 22 307. هيك اول فرع كان بالبلد، هذا الفرع اللي انا بتذكره، ثاني فرع، الاول فرع شوف صورته اللي اللي موجوده معنا، لا بنفرجيها للناس طبعا، شوف صورته، هذا بفكرك على شارع ملك فيصل طلعت الشبسوغ على القرنه، ولقيت كمان هاي الصوره عليها الارمه توفيق غرغور واولاده، ولكن منها هاي ما بتذكرها انا شخصيا، منها طلعنا على شارع. وفي صورة أيضا لجلالة المغفور له الملك حسين وجلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول بعمره، كان أمير آنذاك مع العائلة، هذا كان افتتاح لشو؟ من ماركة، من موقعنا بماركة لسنين وسنين وبتذكره كتير منيح، نقلنا لاستثمرنا بمنطقة كبيرة بسحاب أبو علندا، وهذا كان افتتاح الموقع الجديد بأبو علندا، فأجا سيدنا المرحوم ونزل بالهليكوبتر مع سيدنا الملك عبد الله الثاني، وشخصيا افتتحوا الموقع سنة 1990 شهر 5 1990. نعم. هاي كانت تاني موقع لشركة مرسيدس، وكبرنا الموقع كتير لكمان يستوحي التركات والشاحنات والبساط، وكبر الشغل الحمد لله بالأردن، ومثل ما كبرت الأردن مثل ما كبرت الأردن. نعم. كبرنا مع بعض. يعني في شخص بيعرفك وبيعرف أخوك نديم الله يرحمه والوالد الله يرحمه مستر حنا غرغور، وهو ابن شركة توفيق غرغور وأولاده، عم بحكي عن مستر إبراهيم مسلم المدير العام لشركة توفيق غرغور وأولاده، حب اليوم بهالمناسبة إنه يسترجع معنا هيك شريط الذكريات من بداياته مع هالشركة، واليوم هو أصبح المدير العام لهذه الشركة. خلينا نسمع شو حكى. بدأت العمل ب 1/12/1983، واللي قابلني بهذاك الوقت سيد رجا غرغور، بلشنا الشغل، وهي صرنا 40 سنة بالشركة. هو سيد رجا هو اللي وظفني بالشركة يعني، لكن هو شخص مميز بكل معنى الكلمة، لأنه هو واحد من الناس بالأردن، عادة الناس بتطلع من القطاع العام للقطاع الخاص، هو عمل العكس، ترك القطاع الخاص للإدارة وانتقل للقطاع العام، عمل متاحف الملكية إلى آخره إلى آخره. هو الحقيقة يعني اهتم بالقطاع العام بالمتاحف من حرصه على الأردن، على إيش الأردن بيمثل، فكان يعني وضع غريب لشخص بملك شركة مثل شركة توفيق غرغور وأولاده ينتقل من القطاع الخاص للقطاع العام. هو الشركة تأسست سنة 1928، لما صارت الهجرات إلى آخره توزعوا بالبلاد العربية طبعا منها الأردن. اللي بيميزهم هو اهتمامهم بالكادر والموظفين، يعني الحقيقة إنه نحن عندنا مثلا مركز تدريب لتأهيل الموظفين لأعلى درجات الأمور الفنية والإدارية عشان نقدم أحسن مستوى خدمة للناس. فهم إيش الفلسفة تبعتهم؟ أنا بدير بالي على الموظف والموظف بدير باله على كل الناس. هو حادثتين صارت، واحدة بسنة 90 وواحدة ب2020 لما صارت موضوع الكورونا. بال1990 رئيس مجلس الإدارة نيكولا غرغور إجا على الشركة، وكان وقتها الشغل واقف بكل معنى الكلمة، ما في دخل للشركة، طلب منا كإدارة قديش مجموع رواتب الموظفين لمدة سنة، وراح أخذ قرض من البنك بكفالته الشخصية وتأكد إنه الموظفين الرواتب تدفع بموعدها كل شهر. الحادث الثاني وقت الكورونا، نحن سكرنا شهرين ونص، سيد ألان غرغور ابنه لنيكولا غرغور أخذ نفس القرار
انه يدفع الرواتب بالكامل وبدون خصومات، مع انه الدوله او الحكومه سمحت لنا انه نخصم 20% 30%، بس هو رفض. تم دفع المبالغ بالكامل، الرواتب بالكامل. كانت ايش الهدف منها؟ حكى انه بما انه الموظف بوقف مع الشركه بالايام المنيحه، احنا راح نوقف معه بالايام الصعبه. هم اخذوا هذا القرار من حوالي 20 سنه، واخذوا اجراءات خلينا نقول حثيثة لنقل الشركة من شركة عائلية بحتة إلى شركة بنفس عائلي لكن تدار بطريقة مهنية. فهذا الفرق، إنه لساتنا نحن بنحكي إنه نحن شركة عائلية لكن تدار بطريقة مهنية عالية. فهذا اللي بيميز شركة توفيق غرور أولاد عن كثير شركات موجودة بالبلد. الله يعطيك الصحة وطول العمر، إيش بقدر بحكي له أكثر من هيك. كل الشكر للسيد إبراهيم مسلم، المدير العام لشركة توفيق غرغور وأولاده في الأردن. يعني كلام من القلب، وعشرة عمر أنت ومستر إبراهيم. والله عشرة عمر، أكثر من 40 سنة. أنا تعرفت عليه لما كنت أنا مدير مبيعات، قعدت سنتين ثلاثة بالأردن قبل ما رجعت لأمريكا لما تخرجت من الجامعة. وتعرفت عليه وحكينا أنا وياه وصلنا صحبة وفات بالشركة، ولليوم الحمد لله 40 سنة. اللي حلو الحكاة أنه أنا دائما فخور أنه يكون عندي أنا بأي شركة، مش بس بمرسيدس، بشغل تاني يعني. أنه الولاء مش يكون بس من الموظف للأعلى، يكون كمان من الأعلى للأوطى كمان. الولاء بروح شقتين، مش بس شقة واحدة، مش طريق واحدة، في تو واي ستريت. الولاء لازم يكون لكل الناس اللي بتشتغل معهم، والأعلى منك والأوطى منك. كتير حلو، كتير حبيت كيف حكى بأنه سياسة شركتكم أنه أنتوا بديروا بالكم على الموظفين، والموظف بدير باله على الكاستمرز أو على الكلاينتس أو على العملاء. لأنه كل واحد لما بدخل على معرض شركة توفيق غرغور بحس أنه كل موظف حاسس أنه هو أونر السيارة، يعني هو ببيعك السيارة وهو وفخور فيها، وفخور فيها وواثق لازم. طبعاً كمان في شغلة حلوة حكاها بأنه هي مزبوط شركة عائلية، ولكن أنتوا نفذتوا نظام الحوكمة أو ما يسمى بالكوربريت غوفرنس قبل 20 سنة، يعني بديتوا فيه مبكراً. كيف صارت فصل الملكية عن الإدارة؟ يعني احنا هلا ثالث جيل، وفي رابع جيل معنا، وهلا صار في يمكن كمان خامس جيل لبعض الاولاد عام. نعم. وما بيصير انه بس عشان انت بالعيله يكون عندك صلاحيه انه تدير شركه، يمكن انت مش خرج تدير شركه. كل واحد له مزايا، كل واحد له الداينامكس تبعونه. يعني اذا بس عشان عندك حصة بهالشركة مش ضروري تكون أنت مدير فيها وصاحب قرار، ومش مفروض تكون أنت صاحب قرار. يعني هلأ مثلاً أولادي ممنوع يشتغلوا بالشركة إلا إذا بيبرهنوا حالاً أنه عندهم إشي يعطوا للشركة. otherwise هن بس عندهم الحصة تبعتهم وبس، مثل أي شركة بالدنيا، أي شركة كمان مفروض أردنية أو أي بنك أو أي شركة، أنت عندك هالحصة تبعتك وخلاص. إذا شاطر كتير أوكي فرجينا يعني. إثبت شطارتك، فبتجيب البروفيشنز، بتجيب الناس اللي بيقدروا يشتغلوا شغلتهم. نعم. أنتوا على علاقة لهلأ مع شركة توفيق غرغور وأولاده لبنان؟ تمام. إحنا شركة واحدة، يعني كلنا هولدينج كومباني بيسموها. نعم. شركات مختلفة متوزعة بين شركة بالأردن، شركة بفلسطين، شركة بلبنان. كلنا عيلة واحدة وكلنا شركة واحدة. نعم. إن شاء الله يعني يا رب هالعيلة دائما وهالاسم يضلوا دائما. شكرا. مزين شوارع المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا. وأكيد بلدنا الحبيب والشقيق لبنان. إحنا رح ناخد فاصل إعلاني، وبعد الفاصل ما نحكي عن رحلة السيد رجا غرغور الخاصة وإنجازاتك الخاصة. ابقوا معنا بعد الفاصل.
مستمرين معكم بحلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع السيد رجا غرغور اللي أعطانا سرد وروالنا حكاية عائلة توفيق غرغور وأولاده بين يافا، لبنان، الأردن ومصر وليبيا وغيرها. وهلأ وصلنا لعام 1977 لما انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية زي أي طالب حابب أنه يروح يدرس جامعة، ولكن السيد رجا غاب 26 سنة. ليش بعدت كل هالمدة؟ طلعت على الجامعة سنة 77 وهي قصة لحالها غريبة كتير، عشان أهلي غير مثل هلأ الجماعة، هلأ الناس هون بيسووا دراسة لجامعات وقصص وبروحوا مع أولادهم. أنا لقينا أستاذ ماشي بالسوق بعمان، أخوي المرحوم سأله شو بيسوي، قال له هو أستاذ بجامعة بأمريكا، قال له أخوي بده يروح يشتغل يدرس بأمريكا، قال له يلا يلا منجيب مندخله عنا بالجامعة. تاني يوم بعتنا تلكس كان وقتها طبعا، بعتوا تلكس لأمريكا وأجالي F20 ولا I20 ما كان شو اسمها، وحطوني بطيارة ورحت ولا عارف حالي وين رايح. فوصلت على محل على الحدود الشمالية لأمريكا، نعم، جنب كندا. أوكي. أرض زراعية فاضية فيها جامعة هناك، شو الله جابني لهون. فقعدت بكرفان لأسبوعين بالتلج، رحت بشهر جانوري بشهر واحد. قعدت بالكرفان هذا أسبوعين، فتت على المدرسة، شو حضني هون، شو القصة هاي. فحكيت ابن عمي بسانت لويس ميزوري، ونزلت على سانت لويس ميزوري، قعدت سنة بجامعة بسانت لويس ميزوري. بعدين كنت تدرس بزنس، تجارة. أوكي. بعدين بسانت لويس ميزوري زهقت من هالقصة، كمان سانت لويس مش هالإشي الفظيع. حطيت حالي بالسيارة، كان عندي فولكسواجن، وكمان بشهر واحد استنى دقيقة، بيصير ابن غرغور يكون بسوق غير مرسيدس؟ طبعا مسموح؟ مسموح كتير. الوالد مش رح يشتري لي مرسيدس بأمريكا، أوكي؟ أكيد بدك تلاقي لك خيار تاني. ألاقي لي خيار تاني، no way. فحطيت حالي بالسيارة وسقت لروس أنجلس 5 أيام، وسقت ضليتني سايق 5 أيام كل ليلة أنام بوتيل. قبل ما سقت على لوس أنجلس قعدت عند صاحبي، فتت بجامعة هناك وضليت هناك، خلصت سويت الماجستير. اوكي يلا، الوالد بقول لي ارجع اشتغل. رجعت لعمان سنة 82. ما كان بدي مغامرة، كان بدي اسوي اشي بريت العائلة. كنت دائما خايف انه خلاص هاي عيشتي، يعني بدي اتخرج واشتغل بالتجارة بالعائلة، كان بدي اسوي شيء اكتر. قلت أجربه، قلت بس مغامرة سنة سنتين اللي هي، بس أنه أسوي إشي إلي وأنه بعدين بترجع، بعدين برجع مش من أولها وخلاص هاي حياتي. فبعد سنتين هون بمرسيدس لما التقيت مع إبراهيم وأخذ محلي تقريبا، نعم، قنعت الوالد أنه بدي أروح أشتغل بأمريكا. ورحت على أمريكا ولقيت بالغلط دعاية صغيرة بجريدة بتقول إنه في شركة لترميم السيارات بسانتا مونيكا، كنت أنا بلوس أنجلس للبيع، وصاحبها طلع واحد كتير شهير، هو تشامبيون، هو بطل فورميلا 1 اسمه فيل هيل. قلت الله أجت والله جابها. فرحت وحكيت معهم وطلع السعر معقول، وكان عندي الوالد كان شاري لنا أرض بعبدون ب$7,000 وقتها. كانت أسعار الأراضي وعبدون قرية طبعاً، يعني طبعاً قرية. والله يا حنا استثمر في كم من أرض حلوة بقرية بعبدون بريت عمان، هاي بتضاي منيحة للمستقبل، بتضل للمستقبل. كانت بتذكر واحد صاحبه قال له كلنا بنشتري أرض أرضين. بس هو كان شاطر يوافق. إحنا لا في ناس لكن انعرضت علي، ما كان يوافق قليل كان يوافق. يلا هاي من حظك هالمرة وافق. وقلت له بدي أبيع أرضي، الأرض اشتريت لي إياها بعبدون وأشتري شركة بأمريكا. لا بالآخر أخوي كمان أنعه، يلا أنا بفوت معه 50% هيك من دربالنا عليه. بعت الأرض واشتريت شركة بأمريكا لترميم السيارات، ودخلت بسوق ترميم السيارات بأمريكا ل15 سنة. أوكي. وتعلمت مع فيل هيل، هو كان خبير تاريخي، خبير مش معقول بخبير بالسيارات، تعلم كل شيء بعرفه على ترميم السيارات وكمان تاريخ السيارات الكلاسيكية، ومنها التاريخ الاجتماعي والاقتصادي بالمئة سنة المرأة، وتاريخ الصناعي ك
كمان. فأكتر السيارة صارت إلي مش بس كسيارة إلها اسم رولز رويس واللي هو، ولكن التاريخ الاقتصادي والحياة الاجتماعية وحتى الحرب، التاريخ السياسي، كيف السيارة دخلت بالحروب وكيف تغيرت بالحروب، بعدين التاريخ الاجتماعي كيف السيارة موديلها تغير، مش عشان صناعة السيارات تغيرت، عشان مثلا الموضة تغيرت، موضة الستات والنساء تغيرت، بطلوا يلبسوا طواقي فالسيارة نزلت ووطيت. أفكار هيك بنقدر نفوت فيها لقصص طويلة كتير، كيف الرجال بدوا يطلعوا بالسيارات بدون ما يلبسوا الطواقي الكبيرة، كيف كانوا في سيارات للسهرات وللمناسبات، ولكن في سيارات رياضية، ولكن في سيارات اقتصادية، وكل تاريخ صناعة السيارات وتاريخ بيسموه urban development وindustrial development وكل هذا. فهذا التاريخ كتير كتير عجبني. فمن السيارات بديت أتعلم كتير على 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 التاريخ الصناعي بالمئة سنة الماضية. عملت كتاب كمان. وبعدين بالآخر قبل سنتين عملت كتاب عشان كان في كورونا، وبديت أحط قصص صغيرة، قصص حلوة صغيرة خفيفة من مذكراتي بهذا الوقت، بهاي الحقبة من من تاريخي، من عمري، اللي بعدين أصحابي قالوا لي مش معقول هالقصص، شو حلوين شو غريبين، سوي كتاب. شو بدي يلا أسوي كتاب. في واحدة الحمد لله قالت لي أنا بساعدك تسوي الكتاب يلا. فجمعت كل الصور، والكتاب محتوي من الصور اللي لقيتهم. في كتير صور كمان أكتر ما لقيتهم أو راحوا. فسويت الكتاب عن هذا الوقت الحلو بحياتي. طبعا يعني. واضح قد انت عندك شغف اتجاه هذا الموضوع، موضوع السيارات الكلاسيكيه وترميم السيارات وكل هاي زي ما انت قلت الثقافه اللي يمكن احنا بس بنشوف الموديلات عم تتغير، ولكن هو في علم وفي ظروف مجتمعيه بتاثر كثير. كل شيء على الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه. نعم. وفي منها كمان سياسيه. كيف قررت ترجع على عمان؟ أو ليش قررت ترجع عمان؟ شغلتين. بديت أولاً أزهق بلوس أنجلوس، ما كان في العيشة اللي كنت أنا أتمناها. بعدين شفت كمان كتير أثر في لما سيدنا المرحوم توفى الله يرحمه، وبديت أفكر أنه لازم أرجع. أهلي كانوا كبار، بوصلوا عمر كبير. وبعدين لما سيدنا ملك عبد الله الثاني كان بده يسوي متحف لوالده بالسيارات اللي كانت موجودة، طلبوا مني انه اجي، بما ان انا كنت يعني متعمق بالسيارات، وبما كانوا يعرفوني من زمان كمان، كنت اعرف انا أبو فايز اللي كان مدير الكراجات الملكية من ولد صغير من سنة 84 كنت أشتغل معه وكنت أحب. نعم. كنت أتعامل معه، فكانوا يعرفوا عني ويعرفوني، فنادوني أنه أجي أشوف شو بقدر أسوي بمتحف السيارات. فجيت وسويت فكرة متحف السيارات لمحبتي للأردن ولسيدنا المرحوم وللعيلة الهاشمية ككل. أنا قلت ما بدي أسوي متحف على السيارات، بدي أسوي متحف أكثر عن تاريخ الأردن من قبل السيارات، وعن تاريخ ملك حسين، وعن تاريخ الملوك، وأعلم الأطفال وأذكر الكبار السن وأثقف السياح عن تاريخ الأردن. لقيت أنه ما في هذا التاريخ متواجد بالأردن. الأردن بوقف على التاريخ الأركيولوجي، بس ما كان في متواجد تاريخ حضاري أكثر. نعم. من 1916 وطالع. صح. التاريخ الهاشمي. فأنا يعني أخذت هاي الفكرة بالسيارات وسويتها أنه تحكي كمان تاريخ الأردن، ومنها انطلقت قصة المتاحف. انطلقت الحمد لله، يعني الحمد لله وشكر كتير لسيدنا بالثقة طبعا، انه بديت اشتغل على متاحف مختلفة، مع طبعا مع الفريق، ما لحدا بيشتغل لحاله، دائما في فريق، دائما في مهندسين، دائما في خبراء، دائما في مشرفين، بس في حدا بيكون عنده الرؤية او الفيجن. الحمد لله. وهي الرؤية سوري بدت من انا ولد صغير قبل نص ساعة اللي حكيت فيها، لما كنت قاعد على السجادة العب بالسيارات وابني ليجو. فبالاخر انا قلت لحالي هي انت عم بتسوي كل شيء كنت تسويه وانت ولد صغير، شو هالحكي هذا، انت كتير كتير محظوظ، انت عم بتسوي كل شيء هلا عن مزبوط، بس مش عن لعب،
اللي كنت تسويه وانت ولد صغير، شو بدك احلى من هيك؟ البنايات اللي ابنيها، السيارات، الطيارات اركبها، الدبابات، فتت بمتحف الدبابات كمان. فكل شيء صار، كل يعني كل تعليمي كان كان على السجادة، كان على السجادة، وقدرت انك تنفذه على ارض الواقع. حبيت الامتنان اللي انت شاعر فيه مستر رجا لما قلت انه قديش انا محظوظ، انه بتحس حالك دائما بتحس انك ممتن والنعم حواليك كثير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله دائما. وطبعا متحف السيارات الملكي يعني كل مواطن اردني بيشعر بالفخر لما بيجي اي ضيف. احنا كأردنيين لما بنروح ولما بيجينا ضيوف اول اشي بنفكر نعمله انه بناخدها مع متحف السيارات الملكي، لانه بالفعل متحف من باهي فيه العالم. كيف السيارات دائما في صوت عم بيحكي عن هاي السيارة، لما بنسمع صوت الله يرحمه الملك حسين، تجربة وجدانية عاطفية كلاسيكية رائعة جدا. وكمان متحف الدبابات الملكي كمان اللي تم انجازه مؤخرا. لسنا نرتضي لأجيالنا الحاضرة والمقبلة إلا ما يمكنها من أن تعبر عن قدراتها المتميزة وطاقاتها الخلاقة الخيرة، ليرثوا الأرض عبادا صالحين مجدين متخففين من كل ما يعيقهم عن أن يكونوا أسيادا أحرارا في وطن أشدناه حرا كريما عزيزا. كمان من عالم المتاحف أيضا مستر رجا، حضرتك عضو في هيئة المفوضين بالهيئة الملكية لصناعة الأفلام، واليوم إحنا عم نشوف استثمار مبهر وضخم جدا، استوديو الأردن أوليفود. احكي لنا عن فكرة تأسيس هذا الاستوديو. من إيمان سيدنا اللي طلب مني أن نسوي هذا المتحف، ومن إيمان سيدي علي وستي ريم اللي هن رؤساء مجلس إدارة هيئة الأفلام الملكية. وأنا بعتبر موقعي منصبي بهيئة الأفلام وبأوليفود هوني استوديو، هاي بحسبها إنه ثالث مرحلة لرجاء، إنه هلأ أنا تقاعدت من الديوان وتقاعدت من المتاحف والتراث. نعم. والتراث الملكي، وداخل أكتر خاضع أكتر بصناعة الأفلام بالأردن. وبلاقيها أنه هي صناعة لها كتير كتير مستقبل بالأردن. وسوينا أوليفود ستوديوز بإرادة ملكية، والحمد لله هذيك السنة بشهر تسعة آخر شهر تسعة فتحنا، والإقبال عليه كتير 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 منيح. مش بس كنا فكرنا احنا نستقطب الافلام من الخارج، ولكن هلا صار عنا الاقبال انه نسوي الافلام من الداخل كمان. وكمان نستقطب الشركات والصناعه من البلدان المجاوره كمان. فان شاء الله هاي الصناعه بتكبر، وفي يكون فيها توظيف اكثر، ويكون فيها للأمام، تمشي للأمام كتير أكثر. كتير استثمار جميل وكتير مبهر، يعني أنا بس دخلت وشفت الاستوديوهات عم بطلع بقول له يعني مفخرة للأردن كلها، وأكيد رح تضع الأردن على خارطة صناعة الأفلام. هي أوريدي موجودة، ولكن ممكن أنه نقدر نستقطب أكتر، وهذا الإشي يعود بالفائدة طبعا على كل العاملين في هذا القطاع وعلى البلد. والعاملين عاملين بصناعة الأفلام هن مش بس التكنيكال فريق الفني، مش الفريق الفني، في اللي بيزودوا الأكل كل يوم طبعاً. اللي في إذا في 100 واحد عم بيشتغلوا لأسبوع، هاي عندك 300 وجبة باليوم مثلا طبعاً. صبح وظهر وعشية لأسبوع. في عندك الفنادق اللي أوضهم بتعبوا، عندك بسوق السيارات، عندك من أي من كل نواحي الصناعة. هي صناعة بتنزل ل
لموردين كتير كتير طبعاً. مختلفين تحرك كل العجلة الاقتصادية تحرك كل العجلة. لما كان مزبوط. يجي عندنا ستار وورز ولا ديون كان يحطوا 14 مليون 10 ملايين بأسبوعين ثلاثة بالبلد وكانت هالمصاري تنزل لكل الناس وخصوصا بالجنوب كمان فكنا كان يعني الجنوب كان كتير يستفيد من هاي فإن شاء الله منكبرها ومنحسنها وكمان الحلو كمان إنه كل اللي عم بيجوا للأردن وبيشوفوا شو عنا بصناعة الأفلام كتير بحبوها وكتير بحبوا يرجعوا ويشتغلوا هون فإن شاء الله الأحداث اللي حوالينا كمان بس تروق بتعطينا الوقت إنه نقدر نكمل بمشوارنا هذا. خطر لي هلأ سؤال وإنت عم تحكي لما هيك رجعت كمان شريط ذكرياتك، والدك آمن فيك، آمن بحلمك، آمن إنه أنت حبيت تغرد خارج سرب العائلة وما تكون مجرد موظف بشركة توفيق غرور؟ مش أولا، لا طلعت لحالي وعلى زمتي يعني ما أخوي دعمني شوية ولكن لا الوالد كان شو راح تسوي؟ خليك اشتغل هون عندك كل هالشغل وعندك كل هال الإرث عندك الإرث وعندك الشغل أنا قلت لا بدي أسوي مغامرة وكمان مرة فكرنا إنه رح تكون سنة سنتين بس وأرجع بعدين انبسط منك آمن بحلمك باللي عملته ولكن مع الأسف ما شاف كل شيء بس بالآخر آمن بالآخر فهمني فهمك مش أكثر من إيمان أكثر من فهم وأنا كنت يعني بصراحة كنت شوي مثله هو ما كان كمان كتير ماشي مع والده فهو كمان كان كل جيل طلع طبعاً هو كمان طلع من من جلباب أبي زي ما بيقولوها مع قصصه نعم. يعني فكلنا بنرجع مثل أهلنا شوية 100% وهلأ أنت إن شاء الله مع أولادك بتحاول إنك تفهمهم أكثر أولادي بفهمهم وبعطيهم الحرية إنه يسووا شو ما بدهم أنا بلاقي إنه كتير غلط إنه واحد يقول لابنه أنت لازم تصير دكتور عشان أنا دكتور أو لازم تصير دكتور عشان أنا بدي دكتور ما بيصير كل واحد عنده بسموه الداينامكس تبعونه وشو هو بيقدر يسوي نعم. ولازم يكون عنده ثقة بالداينامكس هدولي ويمشي فيهم إذا أنا ما بعرف مثلا أكون تاجر منيح بس أنا بعرف أكون إشي تاني منيح خلاص صح. أمشي هيك وما أضلني أجرب أكون تاجر شوف نقاط القوة اللي عندك يشوف نقاط القوة ويقبلهم وشوف نقاط الضعف ويقبلها كمان صح. يعرف نقاط ضعفه أهم من ما يعرف نقاط قوته مرات مزبوط. خلاص هدول هن نقاط ضعفي thank you شكرا أنا رح أمشي على نقاط قوتي شو ما تكون وخلاص أمشي على الطريق اللي أنا بلاقيها أكتر إشي ملائمة إلي صح واحدة من أهم أيضاً الأعمال اللي بتمارسها شركة توفيق غرغور وأولاده أنتوا مهمين جداً واسم مرموق في عالم الشحن والملاحة هذا الاستثمار إمتى بدأ في الأردن؟ بالأردن بدأ من وقت ما الوالد المرحوم أجى على الأردن نعم. ودائماً كان مع بالشركات أخذنا كمان شركة من فلسطين وكملنا نكبر الشركات هون ونأخذ وكالات مختلفة نعم. بالأردن وكانت هاي الشركة المفضلة للوالد بصراحة كان كتير يحب الشركات الملاحة وكان كتير يحب شغل الملاحة مرات أكثر من السيارات أنا والله. كنت أروح على السيارات وعلى الكراج وعلى وأقعد بالسيارات وأشوف شغل السيارات وأحلم فيه بس الوالد كان دائماً يحب كتير الملاحة كتير أكتر من السيارات في شخص مقرب جداً منك ومن عائلة توفيق غرغور وهو أيضاً المدير التنفيذي لشركة غرغور للملاحة والشحن إنسان مثقف جداً وملم وشخصية مرموقة بالمجتمع حب اليوم بمناسبة هالحلقة إنه يقدم لك هالرسالة ويحكي أكثر عنكم كعائلة عم بحكي أكيد عن سعادة الدكتور دريد محاسن خلينا نتابع ونرجع لحديثنا حقيقة أنا بدأت معهم من أوائل الألفينات وكنت تارك العمل في القطاع العام وعرضوا علي أنه نشتغل مع بعض واشتغلت معهم من حينهم هاي حوالي 23-24 سنة والحمد لله أنا بشعر مش كموظف أو عامل في هذه الشركة بل مؤسس وشريك في كل شيء في القرارات في التنفيذ في التخطيط كامل شركة الملاحة بدأت في عائلة غرغور منذ العشرينات في فلسطين كانوا يصدروا الحمضيات إلى أوروبا ألمانيا بالتحديد وبالتالي احتاجوا إلى بواخر
فبدأوا إما باستئجار بواخر أو تملك بواخر وشحن عليها، فبدأت عملية الملاحة. الناس تعتقد أنه السيارات، لا، حقيقة هي البواخر والزراعة بالأول. وبعد ذلك انتقلوا إلى الأردن ولبنان بعد النكبة، ومن هنا تأسست شركة الملاحة. إحنا إحدى الشركات العاملة في هذا الوطن، وبغض النظر عن الصعوبات الآنية، لكن إحنا امتداد لشريان الحياة في النقل في إيصال المواد الغذائية والمستلزمات كلها للبلد. السيارات جزء من عملنا، لكن إحنا منحصرش مثلاً استيراد سياراتنا فقط بشركتنا، أي بمعنى آخر ما أسسنا شركة الملاحة أو ما أسسوا آل غرغور شركة الملاحة لخدمتهم الذاتية، بل لخدمة المستهلك والمواطن. حقيقة ما يميز عائلة غرغور في تصرفاتهم هي أخلاقهم العالية، عدم الغش، وتواضعهم المتناهي، وبنظروا للقضايا التجارية والعملية بطريقة ممارسة شريفة. وما فيش عندنا موظف بنظلم أو في حدا بيشتكي وما بنسمع صوته، ومدى تحملهم كبير جدا، وبالتالي العمل معهم بتشعر أنك تعمل مع عائلة، ولك الحرية في اتخاذ القرار. يعني إحنا في شركة الملاحة ما أحد من العائلة بتدخل في عملنا أو ليش هيك أو ليش، إحنا فقط نعمل ونتناقش بالنتائج ونضع الخطط سوية. حقيقة الفرصة الأولى هي الاستثمار، الفرصة الثانية طبعا هي التوظيف والعمالة وخلق نشاط تجاري من القطاع الخاص يساهم في عملية التنمية في بلد مثل الأردن. وإحنا لا ينتشر، لا يحصر عملنا في الأردن، إحنا أيضا موجودين في فلسطين، وموجودين في فلسطين بقوة، وموجودين في لبنان، وكنا في سوريا والعراق ولأسباب توقفنا، لكن حقيقة انتشارنا جيد وإيجابي مع الجميع. ما يميز عائلة غرغور في العمل وهو حقيقة مش فقط تواضعهم، هو عدم تدخلهم في الإدارة. يعني لا وجود لأحد من عائلة غرغور في إدارة الملاحة مثلا، لكن في الحقيقة يعتمدوا على آخرين في العمل معهم، هم زملاء، ويشعر كل واحد من العاملين كأنه صاحب هذه الشركة، وهذا اللي بيميزنا الحقيقة، إصالة وانتماء وتواضع متناهي أنا ذكرته سابقا، لكن هذا في كل الممارسات. كيف نجح عائلة غرغور في الإبقاء والحفاظ على هذا العمل وتنميته وازدياد انتشاره؟ حقيقة هي في عدة مواصفات أو صفات. واحد، النزاهة. ثاني شيء، ترك فرص العمل للمحترفين بغض النظر هو من العائلة ولا مش من العائلة. وثالث شيء طبعا البساطة والتسهيل. نحن نبحث عن التسهيل للمستهلك وللمواطن اللي بيحتاج خدماتنا. احنا ما بدنا نعقد، ما بنبالغ في الأرباح ولا في استغلال الناس. يعني عن موضوع الاستغلال مرفوض كليا. قبل رجا كان أخوه نديم، الله يرحمه، نديم كان من المؤسسين، وكل عائلة غرغور مرة أخرى في الإخوان في بيروت، رجا وقبله نديم، مرة أخرى أشدد إنهم تسمو بالصراحة والتواضع. ما بتشعر مع رجا سوى أنك مع أخ وصديق غالي وصريح، ما فيش مشاكسة، ما فيش تكبر واستعلاء في عمل مع بعض، وبالعكس يتقبل كل انتقاد، وفي استمرارية وديمومة في الصداقة والمشاركة في العمل. كل الشكر لسعادة الدكتور دريد محاسني المدير التنفيذي لشركة غرغور للملاحة والشحن، كلام رائع جدا. شكرا دكتور، يعني الدكتور هو صاحب وأخ ومستشار كمان، فمحبتي محبته إلي كتير كبيرة. نعم، الله يديم المحبة والوفاء بينكم، وأنا شفتكم قد إيه كمان بتتجاكروا
خلف الكواليس كمان، ما هي من المحبة. تذكريني من المحبة. الله يديمها المحبة. عائلنا بزبط على بعض، فدائما فنعرف كيف تنكشوا نضحك مع بعض 100%، نمزح مع بعض. ما هي هاي الصداقة اللي فيها كل إشي، جد ومزح وضحك. أكيد الحياة هيك. إحنا رح ناخذ آخر فاصل إعلاني، نرجع لنتابع حلقتنا مع السيد رجاء غرغور بعد الفاصل وفقرة الأسئلة السريعة. ابقوا معنا. مستمرين معكم بحلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع السيد رجاء غرغور، ووصلنا هلأ للأسئلة. في ناس بتقول إنه هاي أصعب فقرة، وأنا بلاقيها الفقرة الأكثر متعة لأنه بنتعرف فيها هيك على تفاصيل شخصية من حياة كل ضيف. بداية بدي أبدأ بأجمل لحظات الحياة بالنسبة إليك. طيب هلا بفوت يعني بعيادة الدكتور نفساني. بنقدر بالضبط. اعتبر حالك بعيادة الدكتور النفسي هلأ. أوكي. أجمل أكون بمع جمعة ناس عم نفكر وعم نسوي برينستورمينج، عصف ذهني. عصف ذهني كتير كتير بحب العصف الذهني، ونبدأ نفكر بشغلات مختلفة. هذا كتير هاي الفكرة. يعني أول ما سألتيني يعطيك سعادة. أول ما سألتيني لما أطلع من اجتماع فيه هيك فايبس، هذا بكون كتير 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 مبسوط. شو حلو. بتستمد طاقتك الإيجابية من كتير أفكار الناس، ولما تلاقي في بيئة هيك حاضنة الناس شكر بتفكر بإيجابية. يعني بقدر أقول طبعاً أكون مع أولادي، أكون مع أكون أسوق سيارات كلاسيكية على البحر، كل هالقصص هاي وكلها حلوة. يعني طبعاً أكون مع أولادي أحلى إشي بالنسبة إلي. بس كمان انه اكون استعمل عقلي. نعم طبعا. اصعب لحظه بحياتك؟ اصعب لحظه طبعا لما اخوي نديم صار معه حادث سير وتوفى الله يرحمه. عشتي. وبعدين لما تعايشت معها صرت اعرف انه انا بقدر اتعايش مع شو ما كان. كان نديم احسن صاحب لي واكثر واحد بيفهمني، فتعايشت معها والأمور مشيت. ومنها كمان تعلمت أنه بالأردن أهم إشي صار غير الزعل بالوفاة هو المعرفة أنه بالأردن في هاي الكوميونيتي، المجتمع اللي مش معقول شو بيساعد. وهاي أكتر شيء حدا بيسألني شو بتحب أكتر شيء بالأردن، من سبب وفاة أخوي بقدر أقول المجتمع اللي بيضلوا معك، اللي بيضلوا يساندك، والأصحاب اللي مزبوط صحبة معك. يعني أنا بعرف أنه مستر نديم نذكر كتير بالحلقة، بس أنا ما كنت حابة أنه أسلط الضوء عليه لأنه بعرف قدي الموضوع عاطفي بالنسبة لك، ولكن بعرف أنه وفاته ضجت المجتمع الأردني كله لأنه هو إنسان محترم جدا. للأسف يعني هاي مشيئة ربنا، هيك صار. وهو بمكان أفضل أكيد، وإن شاء الله يا رب خاتمة الأحزان، وبتضلك دائما كل اللي جاي من عمرك يكون مليان لحظات فرح. الحمد لله دائما. إن شاء الله. حكمة تؤمن فيها بشكل دائم؟ إنه تقبل واحد يقبل ضعفه وقوته، إنه يكون كمان يكون عنده ولاء، وشو ما يصير معه يضل ماشي للأمام. شو الإشي اللي ما بيقدر المال يشتريه؟ كتير. رواقة البال. هدول بيصيروا شوية كليشيات. يعني رواقة البال طبعا، رواقة البال المال ما بيقدر يشتري. بفضل أنا مرتاح عن أكون خايف إنه صار إشي معي. فبفكر رواقة البال على عمري كمان كتير كتير مهم، والصحة والولاد والعيلة تكون قوية ومعك كتير مهم، والأصحاب والسند. السند كتير مهم، يكون واحد يكون عنده سند. نعم. النجاح بالنسبة إلك؟ حلوة هاي، عشان أنا ضد
النجاح العادة رجال الأعمال أو الأصحاب بحسبوا أنه دائما النجاح هو نجاح مادي. وأنا بصراحة ما عمري حسيت النجاح مادي. النجاح هو شو بتقدر تقدم للمجتمع، شو بتقدر تسوي بعيشتك، هذا النجاح. والمادة هي بتيجي بالآخر بعدين، بس أهم إشي بالنسبة إلي نجاحي هو النجاح، شو بقدر أسوي للمجتمع. وإحنا لما كبرنا وربينا بمدرسة داخلية كان دائما الموتو تبعها I serve، وهاي الاي سيرف كتير ساعدتني. أنا أخدم. وهاي الاي سيرف لما كنا داخلي كنا دائما نتعلم إنه إحنا لازم نخدم المجتمع تبعنا. نعم. لوين بتطمح مجموعة وشركة توفيق الغور وأولاده إنها توصل؟ لازم إحنا نمشي مع العالم ونمشي مع شو عم بيصير بالدنيا بصناعة السيارات الصينية. نفوت هلا فتنا ب ب بكم وكالة بالصينية بالسيارات الصينية، بدنا نشوف شو بيصير بالكهرباء. ولكن أهم شيء إنه نوظف ونكبر نكون إحنا يعني فقرة من الصناعة بالأردن أو من التجارة بالأردن، ونوظف قد ما بنقدر ناس يقدروا نعطيهم السند إنه يعيشوا برياحة. فإن شاء الله بنقدر نكبر مشاريعنا بالأردن. وهلا في يعني مثلا بسحاب فتحنا سنة 90، بعدين بالبيادر فتحنا، هلأ بدنا ننقل سحاب إن شاء الله لمنطقة مختلفة. نعم. ونرجع نبني ونرجع نكبر ونكون دائما متواجدين بالتجارة والاقتصاد الأردني إن شاء الله دائما. وأنتوا يعني شركة احنا بنفتخر فيها لأنه سمعتكم طيبة، مصداقية عالية، وأكيد فخامة مع هالوكالة العالمية. الله يخليك. بدي أسألك سؤال عشان أطلعك هيك، حسيتك شوي رحت لمكان، بدي إياك تروح وأنت هيك فيك طاقة إيجابية ومبسوط، فبدي أضحك. دائما مبسوط إن شاء الله دائما. تدشون لو ما كنت ابن توفيق غرغور أو ابن توفيق حنا توفيق غرغور، شو السيارة اللي بتحب أنك تشتريها؟ حسب قديش معي مصاري ما بعرف، بس بجد مفتوحة. لا لا لا، اسمع، كل عمر له سيارة. نعم. كل عمر له بدي إياه. أكيد. على عمري والله لسه إذا بقدر باخد جي كلاس كان أول ما بديت بالجي كلاس، كان عندي واحدة مستعملة أخذتها من أخوي قد ما حبيتها. والله الجي كلاس بفكر بضلها يا عمي كلاس. ابن غرغور بضل الجي كلاس، ما بطلع من الجي كلاس. سوري، جي كلاس از ا بيوتيفول كار طبعا. اكيد. كيف كانت حلقتنا لليوم؟ كيف كانت رحله النوستالجيا اللي عشناها اليوم؟ كثير كثير حلوه يعني بصراحه. ان شاء الله متفرجين لقوها حلوة يعني، بس إنه بوجودك ساعدت كتير وساهمتي إنه أكون مرتاح وأحكي أحكي اللي بطلع من قلبي. أكيد كان كلامك واضح إنه من القلب، ورحلة كتير حلوة بدأت من يافا ووصلت للأردن من 1928 وإحنا اليوم بال 2024. وإن شاء الله يا رب نجاحات تضل دائما حليفة لهذه العائلة ولكل العاملين مع مجموعة غرغور في الأردن ولبنان والضفة الغربية. نورتني لليوم، شكرا لقبولك. شكرا دعوتنا وثانكيو على هالموقع اللي بجنن هوليوود ستوديوز، وإن شاء الله دائما بنلتقي على خير. هذا لإلكم، هذا لجميع صناع الأفلام. شكرا لكم مستر رجاء. كل الشكر لكل الأشخاص اللي تابعونا بحلقة اليوم من نوستالجيا رجال الأعمال، وأنا إن شاء الله برجع بلاقيكم السبت القادم دائما عبر شاشة عمان تي في. ضلوا بألف خير وتصبحوا على خير، وإلى اللقاء.